التامان الأكرمان على سيدنا ومولانا وحبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا سيدي يا رسول الله، يا سندي، يا واسع الفضل والإحسان والمدد، يا من هو المرتجى في كل نائبة ومن هو المولد الأحلى لكل صدي، عليك صلاة الله دائمة يا ودام ذكرك مرفوعا إلى الأبد. هذه الأبيات تلقى بها بإذن الله تعالى بالصلاة والسلام على أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفل الاختتام لهذه الدورة التاسعة التي تنظمها جمعية الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بحمام الشط. الدورة التاسعة التي اختار المنظمون تسميتها باسم العالم الجليل الدكتور أحمد عيسى المعصراوي. ثلاث أيام تمت من المسابقة، اليوم بإذن الله حفل الاختتام، لابد من الانطلاقة به بالقرآن العظيم مع المتحصل على الترتيب الأول لهذه المسابقة ابن محمد. ابن محمد الهجي الغربي من بنزرت الفرنسي تلاوة لافتتاح هذه المنظمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم.